مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مال وأعمال، معكم إسماعيل حماد. مصر بتشهد أسبوع استثنائي على صعيد سوق صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري. الجنيه والدولار بقالهم كام يوم في قائمة الترند الأكثر تداولا وبحثا على محركات البحث المختلفة في مصر، وده بعد التراجع اللي شهده سوق صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه قبل أيام بأكثر من 27 قرش. المستثمرين الأجانب باعوا حوالي 1,600,000,000 دولار في السوق المصري خلال شهر يناير عشان يستثمروا في أذون الخزانة المصرية، وده دليل على أن السوق هنا في مصر يعتبر واحد من أهم الأسواق الناشئة الجاذبة للمستثمرين الأجانب، خاصة في أدوات الدين الحكومية. ده طبعا بعد الإصلاحات القوية اللي قام بيها البنك المركزي المصري في سوق النقد. تساؤلات كتير بتفرض نفسها، ليه الدولار تراجع وليه القيمة الشرائية للجنيه بتزيد، وهل السلع هتتراجع ولا لا، وإيه الاتجاه خلال الفترة اللي جاية. خلونا نعرف إجابات الأسئلة دي وغيرها من ضيف حلقتنا النهاردة اللي بيشرفني في الاستوديو، الخبير المصرفي الدكتور هشام ابراهيم، استاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهره. اهلا وسهلا. مساء الخير، تحياتي لحضرتك استاذ المشاهدين. يعني اللي حصل في سوق الدولار كان مفاجاه. الدولار بقاله فتره طويله كان ثابت تقريبا، والحركه بتاعته يعني في حدود قروش يمكن اقل من قرش، فجاه نزل 27 قرش. تقديرك للتراجع ده وتوقعاتك للفتره اللي جايه. خلينا في البداية نؤكد على الثوابت انه البنك المركزي ومنذ ان اعلن سياسة جديدة لإدارة سعر الصرف، سياسة مدينة في 3 نوفمبر 2016 وهو اعلنها صراحة انه البنك المركزي يترك سعر الصرف لقوى العرض والطلب. البنك المركزي لا يتدخل مثله مثل اي بنك مركزي على مستوى العالم الا حينما يكون هناك ظروف استثنائية. منذ ذلك التاريخ حتى الآن البنك المركزي لا يتدخل في سوق الصرف ويترك الأمور لقوى العرض والطلب. معنى كده إيه؟ معنى كده إنه الدولار لما يطلع يبقى الطلب أعلى، ولما الدولار ينزل يبقى الطلب أقل والمعروض بدأ يتزايد، وده اللي بالفعل حدث، إنه الدولار لما انخفض أمام الجنيه خلال الأيام الماضية ده كان بفعل أمور عدة، يمكن أبرزها وأهمها اللي حضرتك أشرت إليه إنه في مبيعات من الأجانب. وعودة مرة أخرى للاستثمار في أدوات الدين العام. خلينا نشير لمسألة هامة للغاية، إنه خلال الأشهر الماضية سوق الصرف اتأثر بشدة بحكم تغيرات اقتصادية شهدتها عدد من الاقتصاديات في المنطقة وعلى مستوى العالم. يعني خلينا نقول بعض الاقتصادات اللي كان عندها ظروف صعبة للغاية، لاتين أمريكا كان فيها البرازيل، تركيا، إيران، الهند. تركيا لوحدها رفع سعر الفايدة لحد 24%. التغيرات الاقتصادية اللي حدثت في هذه الدول جعلت أسواقهم أو الاستثمار عندهم وخاصة الاستثمار غير المباشر أكثر جاذبية. عشان سعر الفايدة. لكن خلينا نأكد على مسألة هامة للغاية، إنه على الرغم إن إحنا تأثرنا سلبا بهذه التحركات إلا إنه عودة الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين في مصر خلال الأسابيع الماضية معناه ببساطة إنه على الرغم إن ارتفاع سعر الفايدة في هذه الدول إلا إنه عدم استقرار سعر الصرف ووجود مشاكل اقتصادية هو اللي خلى هذه الأسواق ما تستمرش فترة طويلة في جذب هذه الاستثمارات. يعني السوق المصري أكثر استقرارا وأمانا من الأسواق الناشئة الأخرى. خلينا نقول إنه اللي عندها سعر فايدة عالية. خلينا نقول إنه المستثمر بشكل عام والمستثمر في أدوات الدين بشكل خاص مش بيحكمه فقط سعر الفايدة. يعني بيحكموا سعر الفايدة، بيحكموا سعر الصرف لأنه بيدخل بعملة وبيخرج وبيستثمر بعملة وبيخرج بعملة تانية، بيحكموا حجم سيولة السوق، بيحكموا الظروف الاقتصادية ككل، وبالتالي سعر الفايدة عنصر من بين عناصر. فلما المستثمرين في أدوات الدين يحولوا لأسواق أخرى بفعل ارتفاع سعر الفايدة ثم يعاودوا مرة أخرى الاستثمار في مصر بعد أشهر معدودة، ده معناه مزايا عديدة داخل الاقتصاد، إشادات احنا اللي هي بنشوفها كثيرا، السوق متسع، مؤشرات اقتصادية بتتحسن، سوق صرف مستقر، أسعار فايدة تنافسية. هل تتوقع استمرار هذا الاتجاه خلال الفترة اللي جاية بالنسبة للمستثمرين الأجانب
مزيدا من مبيعات العملة الأجنبية في السوق المحلي؟ طب خلينا بس قبل ما ندخل في هذه الجزئية نتحدث عن أنه سعر الصرف، وهو صحيح مطلوق لقوى العرض والطلب، لكن دايما بقول لا نفرح كثيرا حينما ينخفض سعر الصرف ولا يجب أن نحزن كثيرا حينما يرتفع سعر الصرف، لأن وجهة نظر الاقتصاديين أو وجهة نظر المسؤولين مختلفة عن وجهة نظر المواطن. يعني المواطن من مصلحته أنه سعر الصرف ينزل لأنه هينعكس في أسعار السلع. قصدك يعني سعر الجنيه يزيد. صحيح، لكن دايما اللي بيبص على المستوى الماكرو او الكلي عاده لا عينه انه لا الدولار لما يزيد مش كله مساوئ، يعني في بعض لانه بيزيد من قوه الاقتصاد، بيزيد من درجه تنافسيتك. هنعرف بالظبط المكاسب من حضرتك، هنطلع بس فاصل ونرجع تاني مع الدكتور هشام ابراهيم نواصل حديثنا عن اسباب انخفاض سعر صرف الدولار وتوقعات الفتره المقبله. اهلا وسهلا بكم مره تانية، وحديثنا قبل الفاصل كان عن ايجابيات وسلبيات حركه اسعار صرف العملات الاجنبيه امام العمله المحليه. يمكن يا دكتور في العالم الدولار او اليورو او العملات حتى المحليه والرئيسيه بتتحرك في اليوم صعودا وهبوطا في نفس الجلسات، يعني من وجهه نظرك يعني مدى إيجابية ده وسلبيته؟ يعني انت قلت لنا مش كل الارتفاع هو إيجابي ومش كل الانخفاض هو سلبي، وجهة نظر حضرتك ايه في الجزئية دي؟ خلينا نقول ان الدولار لما بينزل مؤكد انه بيخفف الضغوط على تكاليف الانتاج، بيخفف الضغوط على الاسعار، وده يهم المواطن. بس كمان الدولار لما ينزل بيقلل القدرة التنافسية للاقتصاد، لانه الجنيه لما بيكون سعره منخفض، يعني منخفض امام الدولار، مؤكد انه ده هيشجع الاستثمار، هيشجع السياحه، هيشجع التصنيع، هيشجع الصادرات، هيحد من الواردات. فده مؤكد انه يمكن ضد رغبه المواطن لكن في مصلحه الاقتصاد. وخلينا نقول انه في نموذج، يمكن الصين كانت بتعمل كده في وقت طويل، يعني صحيح، عشان تشجع التصنيع المحلي عندها طبعا. فمهم قوي ان احنا نكون محددين اهدافنا الاقتصاديه في البدايه. يعني صحيح احنا عنا على المواطن علشان الحقيقه موجه ارتفاع الاسعار كانت كبيره خلال العامين الماضيين، لكن الحقيقه معدل التضخم بدا ينخفض بشكل جيد. لكن هو خلينا نقول انه الدولار لما ينزل مهم انه يكون في فترات لالتقاط الانفاس، بمعنى انه ما ينزلش بسرعه، لانه نزوله بسرعه ممكن يبقى فيه بعض المشاكل، بمعنى انه مثلا ممكن نزول عنيف يخلي المستثمرين الاجانب اللي هم عودوا مره اخرى للاستثمار يخرجوا، لانه هو بيكسب في سعر الفايده. شفنا برضو في رده لفوق كده يعني برضو صغير. صحيح صحيح. فاحنا يمكن شفنا الحاله دي قبل كده لما نزل الدولار من حوالي يمكن سنه ونص، نزل من 20 لحوالي 16، رد تاني ل 18، لانه هو المستثمر الاجنبي بيبقى داخل بسعر صرف عالي، داخل بسعر صرف، فكسب في سعر الفايده. لما يكسب كمان في سعر الصرف ده يشجعه انه يعمل ريلايز، يعمل كابيتال جين، او يحقق الربح الفعلي. فدي كلها امور مهم انها تبقى مرتبطه بتطور الوضع الاقتصادي بشكل عام وتطور السياسه النقديه او ما هو متاح من نقد اجنبي، بمعنى انه كل ما هيبقى مصادر النقد الاجنبي اكثر رسوخا، اكثر تدعيما للوضع الاقتصادي، سواء كان الصادرات، سواء كان السياحه، سواء كان تحويلات المصريين قناه السويس، كل ما هيكون الفلو او التدفق كبير، كل ما ده هيخلي فيه مرونه، هيخلي فيه قوه، وبالتالي مساله انه لما سعر الصرف ينزل بسرعه ما نواجهش برده او رد فعل من جانب المستثمرين الاجانب علشان يهرولوا في الخروج. فدي كلها امور مهم انها تكون في اطار من التوازن، الاتزان، علشان يبقى التحركات في الامور الطبيعيه ويبقى الاقتصاد يتحمل. اذا الحركه اللي بتحصل في سوق الصرف من وجهه نظرك هي حركه المفروض انها طبيعيه بتستجيب لاليات العرض والطلب. خلينا نقول الحقيقه الحديث على سعر الصرف مش مفترض يكون حديث متفائل قوي او متشائم قوي، لانه هو سعر الصرف بالمناسبه لو احنا قلنا انه الدولار نزل امام الجنيه، هو نزل لو بنتكلم 25 قرش او 30 قرش، بنتكلم تقريبا 1.5 او 2%. طب ما هو اسعار السلع بتطلع وتنزل بال 10% وال 20%. وبالتالي مهم قوي كمان نفس الامر لو شفنا الدولار بدا يصعد امام الجنيه، برضه ما يبقاش فيه مزيد من الخوف والقلق، لانه دي امور طبيعيه. المؤكد
من يشاهد الموقف الاقتصادي بشكل عام ومن يتابع سوق النقد وسوق الصرف بوجه خاص مؤكد انه بيبقى عنده معطيات وبالتالي هو بيبقى شايف الصوره، شايف انه ما هو مؤكد عوده المستثمرين وسنين السمار للسمارت في ادوات الدين ما تمتش كده، هو كان قبلها مجهود وكان قبلها توافق وكان قبلها اجتماعات مكثفه سواء كان في ديفوس او قبلها او بعدها، وبالتالي عوده هذه الاستثمارات كمان خلينا نقول انها مرتبطه باجراءات بياخدها البنك المركزي من وقت للتاني، انه البنك المركزي الحقيقه لغى تقريبا كل القيود اللي كانت محطوطه على تعاملات النقد الاجنبي قبل 3 نوفمبر 2016 لغاها تدريجيا مع كل ما بسوق النقد بيحدث فيه اكثر نضجا اكثر توازنا، كل ما البنك المركزي بيخفف هذه القيود الى انه خلاص السوق بقى متاح ومفتوح امام كافه المستثمرين، وبالتالي هم بيتحركوا وفقا لرؤيتهم لاستراتيجيتهم، وكمان البنك المركزي الحقيقه بيتابع هذا الامر. الناس في الشارع بتربط ما بين حركه سعر الصرف ومتوسطات الاسعار او حركه الاسعار في السوق، هل ده منطقي؟ منطقي جزئيا، بس خلينا نقول هو مكون النقد الاجنبي كان في تكلفه الانتاج. يعني في بعض السلع يبقى مكون الدولار. ما انا عندي مستورد كمان، يعني انا صحيح عندي مستورد. وكمان مش كل ما هو مستورد بنسبه 100% تكلفته دولار. لانه هو بيجي لي فبيتحمل بتكاليف نقل بعماله بمصاريف اداريه، فالدولار مكون كام كنسبه من تكلفه الانتاج. لو النسبه كبيره مؤكد انه ساعد الصرف لما بينزل، مؤكد انه يساعد. لكن الحركه السريعه هبوط وارتفاع دي ما مش ممكن يعني تسمع في السوق؟ لا، لانه تكاليف الانتاج ما بتتغيرش في يوم وليله. في يوم وليله يعني هو حسبه كل منتج بيبقى فيها هوامش، فيها معامل للمخاطر لكل بند فيما يتعلق بسعر امتى وبسعر كام وحاجات. لا، وفي معامل للمخاطر، يعني وارد جدا يكون تحركات سعر الصرف ايجابيه بس تحركات امور اخرى سلبيه، وارد يكون تحركات سعر الفايده مثلا سلبي، وارد يكون تحركات العماله لو رفع مرتبات، وارد يكون في تحركات اعباء اداريه، بنتكلم على دولار جمركي، بنتكلم على فواتير ميه كهرباء وما الى ذلك. ففي النهايه تكلفه الانتاج عناصرها كتيره، عنصر النقد الاجنبي او الدولار على حسب مختلفه طبعا من مشروع لاخر من سعر للتاني. طبيعي. طيب بالنسبه للاسعار بينتقل حديثنا الى التضخم، توقعاتك ايه بعد المجهود الكبير او بعد الارقام اللي شفناها في معدلات التضخم على مدار الفتره اللي فاتت، انخفضت انخفاض كبير. توقعات حضرتك ايه للتضخم والاسعار الفايده؟ الحقيقه التضخم اكثر تعبير عن تنفيذ برنامج الصرف الاقتصادي. يعني هو الحقيقه الحكومه وهي حاطه برنامج الصرف الاقتصادي، والحقيقه البنك المركزي طبعا كان شريك اساسي في هذا الامر، هم شايفين انه مع كل اجراء بيتخذ في اطار برنامج الصرف الاقتصادي معدل التضخم بيرتفع، ثم لما الاقتصاد والسوق بيستوعب هذا الارتفاع معدل التضخم بيعاود مره اخرى. احنا وصلنا معدل التضخم اقتربنا من 35%، النهارده تقريبا بنتكلم في حدود 11-12%، فده بدايه يتفق مع ما كان هو مستهدف من قبل البنك المركزي منذ ما يزيد عن عام، ان احنا بنتكلم تقريبا في حدود 13% صعودا هبوطا 10%. فمعدلات التضخم 10 ل 16 يعني صحيح. فاحنا معدلات التضخم في الوقت الحالي بدايه متفقه مع تقديرات الدوله ككل باجهزتها المختلفه. الامر الثاني انه احنا كل ما بيتخذ خطوه في اطار برنامج الصرف الاقتصادي نعاود الارتفاع مره تدريجيا، بيبقى على حسب التحركات في الكهرباء في الطاقه وما الى ذلك، ثم شهرين ثلاثه وفاء معدل التضخم بيعاود انخفاض مره اخرى. لكن الحقيقه من الامور المهمه جدا انه 2019 بدا في بدايه ايجابيه، بمعنى ان انخفاض سعر الصرف هيخفف كثيرا من معدل التضخم. التوقعات بتخفيف اسعار الفايده خلال الاجتماعات القادمه للجنه السياسه الناديه مؤكد انه هيخفف من الضغوط على عناصر التكلفه بالشكل اللي يؤدي لمزيد من الانخفاض في معدل التضخم، فمزيد من الانخفاض في التضخم هيشجع باقي مؤشرات الاقتصاد انها تتحسن ومردودها في النهايه على التضخم مره اخرى. في نهاية فقرتنا الأولى النهاردة بشكر الخبير المصرفي الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة على تشريفه لنا في الاستوديو. فاصل قصير وهنروح بعده لمحاولة فهم ما يشهده سوق العقارات في مصر من متغيرات وحقيقة وحقيقة الفقاعة العقارية وتوقعات أسعار العقارات في 2019 من خلال حوار شامل مع الأستاذ خالد ناصر رئيس مجلس الإدارة والمدير الإقليمي لشركة ريماكس للتسويق العقاري. تابعونا.
بنرحب بضيفنا النهارده الاستاذ خالد ناصر، رئيس مجلس الاداره والمدير الاقليمي لشركه ريماكس مصر والامارات للتسويق العقاري. اهلا وسهلا. اهلا بيك. في البدايه عايزين حضرتك تقول لنا قطاع العقارات رايح لفين في 2019 في مصر؟ اتوقع سوق العقارات 2019 هيكون ايجابي اكتر الفتره اللي جايه عن الفتره اللي فاتت. ده يمكن لاسباب مختلفه، لكن يمكن من الأسباب الرئيسية أنه الزيادات اللي حصلت في أسعار السوق بياخد شوية وقت على بال ما المستهلك يبتدي يستوعب الزيادات ويبتدي يظبط نفسه على الأسعار الجديدة. بتاخد شوية وقت. أعتقد 2018 كانت أكتر سنة الناس تلقت فيها صدمات دي ما بين زيادة العملة في نهاية 2016 وما بعده من زيادات وضرائب اتحطت وكده. ف 2017 كان فيها حركة كويسة، لكن 2018 كانت السنة اللي ناس كتيرة خدت أغلب الصدمات دي ورا بعض، فعملت يمكن بطء شوية في الحركة في 2018. لكن 2019 بعتقد انه ناس كتير هتكون ابتدت تزبطت نفسها على الاسعار. فكرة انه لا انا استنى شوية لغاية ما اشوف السعر يمكن ينزل تاني او كده، فهتبتدي الناس هتتخطى الفكرة دي، بالاضافة الى انه في فلوس كتيرة هتطلع من البنوك، لانه ودائع كتير من اللي اتعملت ب 20% في 2017 هتبتدي تخلص مدتها او خلصت مدتها وبتخلص مدتها في 2019. ففي فلوس كتيرة هتبتدي تخش السوق تاني في 2019. يعني انت شايف الايجابية ان الناس هتبدأ تتفاعل اكتر مع السوق العقاري، ولا ايجابية من ناحية الاسعار؟ لا، الإيجابية من ناحية احتياج العقار بصفة عامة، التفاعل يعني مع السوق، يعني 100% بيع وشراء، حركة تكون أكتر يعني. مظبوط. في ناس كتير بتتكلم عن ما يسمى بالفقاعة العقارية. انت شايف المصطلح ده ازاي، وهل وارد انه يحصل في مصر فقاعة عقارية ولا لا؟ طيب، هو اولا ممكن اجاوب على السؤال ده باولا يعني اشرح يعني ايه فقاعه عقاريه اصلا، لانه اعتقد هو ترم الناس بتتداوله لكن بدون يمكن فهم المصطلح اصلا معناه ايه. الفقاعه العقاريه معناها انه انشطه معينه بتحصل في السوق بتخلي القيمه لاي عقار تزيد اعلى من قيمته الحقيقيه. تمام، فكانها فقاعه فعلا عماله بتكبر، وبعدين السوق مع الوقت يبتدي يستوعب انه ان السعر راح في حتة ابعد من القيمة الحقيقية، فالناس تبتدي تتراجع بسرعة عن الشراء، يقع السعر بشكل قوي، كأن الفقاعة فرقعت. ده مش حصل عندنا. ده معناه ان الناس بتبالغ في تسعير العقارات في ساعة البيع يعني. بالظبط بالظبط. ويعني على سبيل المثال اللي حصل في الامارات في 2008-2009 وحصل في امريكا. في الامارات يمكن كان سببها المضاربة الكتير، الناس بتشتري عقارات علشان ترجع تبيعها في خلال شهر شهرين ويعمل مكسب سريع من وراها، فالاسعار زادت بسرعة جدا. في امريكا كانوا بيدوا تمويل عقاري بتسهيلات بزيادة قوي، فلو شخص مثلا كل مقاوماته ان هو يقترض 200 او 300 الف دولار، البنوك بتسلفه 500 و600. فده كان بيعمل رواج في السوق غير حقيقي.
تمام، فبيزود الاسعار. لا يعبر عن احتياج حقيقي للعقار، لا يعبر عن الوضع الصحيح. بس هل ده موجود في مصر؟ احنا بنشوف برضو ناس بتشتري شقق كتير وبتقفلها. أيوه. هل ده يسمى مضاربه على العقارات ومحاوله للكسب السريع من الاستثمار في القطاع العقاري؟ لا، احنا في مصر احنا عندنا طلب حقيقي على العقار. احنا يمكن الظاهر للمجتمع انه في معروض اكتر بكتير من المطلوب. الوضع الحقيقي في مصر انه غالبا المطلوب اكتر بكتير من المعروض، او اكتر بكتير من المشروعات المطروحة في السوق. لكن احنا في مصر عندنا مشكلة affordability، انه الشخص غير قادر على سعر الوحدة. احنا اللي حصل عندنا في مصر حاجة شبيهة بالفقاعة العقارية، لكن ما هيش فقاعة عقارية. الأسباب بتاعتها والنتيجة بتاعتها مختلف عن الفقاعة العقارية. الأسباب بتاعتها هي القدرة الشرائية. أسباب زيادة الأسعار عندنا في مصر هي زيادة التكلفة لبناء العقار. أسعار الأراضي زادت جدا، أسعار تكلفة المواد البنائية زادت جدا بسبب طبعا بعد تعويم الجنيه المصري في نهاية 2016، فده عمل زيادات بالإضافة بقى إلى الضرائب وشيل الدعم عن المحروقات وغيره، فده عمل زيادة حقيقية في التكلفة، وبالتالي القدرة الشرائية للمواطن أو للعميل قلت شوية. بالضبط. ما هنا احنا ابتدت المساحة تزيد ما بين اللي يقدر يشتري العميل المصري وبين سعر الوحدة. فاحنا هنا ما عندناش فقاعة، سعر الوحدة غالبا مش هينزل، يعني مش هيحصل انه مرة واحدة فقاعة تفرقع والاسعار تقع، ده مش عندنا في مصر. تمام. لكن احنا بقى عندنا مشكلة تانية، هي مشكلة انه هل العميل قادر على الشراء. هو المشكلة هي ضعف القوى الشرائية، بالاضافة الى المستثمر. فيمكن في خلال 2017 و18 مع الشهادات اللي اتعملت بنسب فوائد عالية جدا، في سحب سيولة عالية جدا من السوق. فالنهاردة المستثمر كتير كان بيفكر ان هو يستثمر في العقار، راحت فلوسه في ودايع. والشخص اللي كان بيروح يشتري في مشروع بأقساط، مع زيادة قيمة العقار القسط بتاعه زاد جدا، مع زيادة تكلفة المعيشة بصفة عامة، فالنهاردة الدخل بتاعه ما بقاش قادر ان هو يدفع تكلفة القسط، فعمل تراجع يمكن شوية في المبيعات. ده بياخدنا لسؤال مهم جدا، يمكن هو سؤال الشريحة الأغلب من المواطنين أو من العملاء اللي بيتعاملوا مع السوق العقاري. توقعاتك إيه لأسعار العقار في 2019 ومقارنتها بمعدلات نمو الأسعار دي خلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا؟ بصفة عامة كل سنة بيكون في زيادة في أسعار العقارات، زيادة طبيعية، تمام، اللي هو مع التضخم السنوي اللي موجود عندنا في البلد. فهيبقى في زيادة الطبيعية زي ما نقول، لكن أعتقد في 2019 الزيادات هتكون نسبيا معقولة. هيكون في استقرار أكتر في الأسعار العقارات في 2019 عن 2018. يعني مش هيكون بعيد عن متوسط النمو اللي حصل السنتين اللي فاتت. ما نتوقعش كده، لأنه حتى المطورين العقاريين بقى عندهم برضو ما عندهم حدود يوصلوا لفين بسعر الوحدة، لأنه في الآخر هو لو راح بسعر عالي جدا مش هيقدر يبيع الوحدة. مش بتكلم على السعر النهائي، أنا بتكلم على معدل النمو. يعني إذا بنزيد مثلا سنتين اللي فاتوا متوسط من 20-25%، السنة دي هل هتكون في نفس الحدود ولا أكتر أو أقل؟ لا، ما نتوقعش أنها تزيد أكتر، إلا لو حصل برضو عوامل قوية علاقة زي مثلا، لا زي قصدي انه مثلا يحصل زيادة في سعر عملة الصرف، زيادة في التكلفة قوية. بالظبط. يمكن حضرتك قلت انه مع وجود اسعار فايدة مرتفعة الناس راحت للبنوك واودعت مدخرتها هناك، باعتبار ان ده بيمثل لهم فرصة عائد اعلى، سهل تسييلها ويمكن اسرع في التسييل وقت الاستحقاق. لكن السؤال المهم بشكل عام، فرص او حظ القطاع العقاري مقارنه بالاستثمار في الاوعيه الادخاريه زي اللي بتطرحها البنوك، او حتى اسواق المال زي البورصه والاسهم وخلافه، فرصه القطاع العقاري ايه في منافسه
هذه القطاعات الاستثمارية الأخرى يمكن هي أسرع في التسييل وأسهل في التعامل؟ شوف، هو القطاع العقاري دايما فرصته الأقوى في العملية الاستثمارية. النهاردة أي شخص، بس طبعا يعني أي مستثمر بيكون عنده أهداف استثمارية. يعني ممكن يكون مستثمر بيفكر فأنا عايز أخش وأطلع بسرعة، عايز عندي شهية أعلى للمخاطرة بالفلوس، لكن عايز عائد مادي أعلى. لكن لو إحنا هنتكلم بشكل عام وأغلبه شكل طويل المدى شوية، العقار هو يمكن أفضل وعائد ادخاري أو استثماري لو بنتكلم عن المتوسط أو طويل الأجل. بالضبط. لعدة أسباب. تمام. أولا العقار أكتر شيء بيضمن القيمة، عكس يمكن البورصة أو الذهب أو كده. إنه البورصة بالذات مثلا فيها حساسية عالية جدا. العقار فيه حساسية لكن ما فيهوش نفس الحساسية الشديدة، ما فيهاش نفس المخاطرة. ما فيش ان انا النهاردة سعر السهم كذا وبكرة بقى كذا وبعدين بعده بقى كذا. يعني ما فيش الحركة العالية جدا في التحرك بتاع السعر الاصل اللي انا شاريه. فالعقار بيحافظ على قيمته، والعقار مرتبط بالتضخم السنوي بتاع الاقتصاد الدولة اللي انت شاري فيها عقار. وحاجة مهمة جدا بتميز العقار عن أي شيء تاني، إن أنا النهاردة لما بشتري عقار أنا قطعة الأرض لا تعوض. فأنا النهاردة لو رحت اشتريت قطعة أرض حتى في حتة بعيدة نائية، تمام، مع الوقت العمار بيروح لها. فبالتالي قطعة الأرض مع الوقت لازم قيمتها تزيد. صحيح. مهما كان. لكن لو قلت مثلا سهم في شركة أو 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 ذهب أو شهادات في بنوك، كل دي مجالات استثمارية تعوض دايما. يعني ممكن أخشها وأخرج منها في أي وقت. بالإضافة، لكن حضرتك تقصد فكرة التنمية المستدامة، يعني بتيجي أكتر في الأنشطة اللي موجودة على الأرض زي القطاع العقاري. أنت بتشتري قيمة وحدتك بتزيد، وأرض اللي جنبك كمان قيمتها بتزيد مع الوقت. مظبوط. ما هو ان انا اشتري، ان انا استثمر في عقارات، ممكن استثمر في شقه، ممكن استثمر في فيلا، ممكن استثمر في ارض، ممكن استثمر في مخزن، في مصنع. يعني في العقار ليه اشكال مختلفه، لكن هي القيمه الحقيقيه دايما بتكون في الارض نفسها. يعني الارض هي اساس القيمه، وهي العنصر اللي ما يعوضش في الموضوع. يعني المبنى ممكن تهده وتطلع بمبنى تاني، او كنت كان في فيلا وطلعت بعماره. فالعقار المبني فوق الارض ده ممكن يتغير، لكن الارض نفسها هي العنصر اللي لا يعوض في الموضوع، وهو العنصر الاساسي في زياده القيمه. الاستثمار في سوق المال او في البنوك دايما له اثار ايجابيه على الاقتصاد زي الاستثمار في القطاع العقاري. أيوة. لكن ما هو ما هي الميزه الاكثر في الاستثمار في القطاع العقاري بالنسبه للاقتصاد بشكل عام، يعني والانشطه اللي بتشتغل فيها؟ الاستثمار في القطاع العقاري، القطاع العقاري قطرة قوية للاقتصاد. بصفة عامة القطاع العقاري بيجذب أنشطة كتيرة جدا، صناعة ومقاولات وتجارة وغيره وغيره. بيسموه قاطرة النمو يعني. بالضبط. فالقطاع العقاري مهم ان هو دايما يكون فيه تدفق في الاستثمارات فيه. القطاعات التانية بتكون برضو مهمة، ليها أهميتها بلا شك. لكن أعتقد أنه القطاعات التانية تحديدا النهاردة البورصة أو الذهب أو غيره، بيكون عايز الشخص المستثمر فيها لازم يكون عنده وعي كبير أو خبرة بآليات السوق، في آليات السوق وكده. النهاردة بخش سوق المال، يعني أنا لو أنا شخص ما عنديش أي فكرة عن سوق المال، صعب أن أنا أخش وان انا باخد مخاطره كبيره. لكن السوق العقاري سهل لاغلب المجتمع ان هو يخش ويستثمر ويحط فلوسه في حاجه الى حد ما مضمونه. يعني تنصح ايه بقى باللي معاه قرشين اليومين دول، يعني يروح في انهي اتجاه؟ انصح انه يروح دايما
للقطاع العقاري. النظر يعني انك انت بتشتغل في قطاع العقاري. ايوه بالظبط. لا لا انا بصفه عامه يعني بغض النظر انا بشتغل في هذا القطاع، لكن لو انا النهارده كشخص وبنصح صديق او بنصح قريب دايما هقول له استثمر في العقارات، بالذات لو كان طموحه في الاستثمار بتاعه متوسط او طويل الاجل في اغلب الاحيان. يمكن الدوله خلال الفتره الاخيره توسعت بشكل كبير جدا في المشاريع العقاريه، وده يمكن كمان اصبح محطه انظار ناس كتير داخل السوق ويمكن حتى كمان خارج السوق للاستثمار في بعض المشروعات. بصرف النظر عن ان في مشروعات موجهه لمحدودي الدخل ومتوسط الدخل، هناك مشروعات اخرى ممكن اصحاب الدخول المرتفعه يستثمروا فيها. هل هذا التوجه من الدوله ساعد السوق في انه يوصل لمرحله افضل؟ وتوقعات حضرتك للفتره الجايه وكمان دور القطاع الخاص في هذه المشروعات والقطاع العقاري بشكل عام في ظل وجود يد قويه للدوله في هذا القطاع؟ بلا شك دور الدولة واهتمام الدولة بالقطاع العقاري مهم جدا وأكيد بيساعد السوق. بالأخص الدولة اهتمامها بالإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط مهم جدا، لأنه احنا للأسف في مصر لازال لسه القطاع الخاص ما بيستثمرش كتير في الاتجاه ده. فبالتالي الدولة متحملة مسؤوليتها في الحتة دي وبتعمل اللي تقدر عليه. يعني توفير مئات ألاف من الوحدات السكنية على مدار الكام سنة اللي فاتوا يعني في صالح الطلب يعني على طبعاً الوحدات. طبعا 100%. هو يمكن يكون في اقتراحات أو أفكار تساعد تزق الاتجاه ده في اتجاه أحسن شوية أو أقوى، إنه الدولة لو ركزت ان هي تخلق بيئة جاذبة اكتر للقطاع الخاص انه يشتغل ويستثمر في هذا المجال، بحيث انه ما يبقاش العبء كله على الدولة. لكن العبء يتوزع على الدولة والاغلب. بس القطاع الخاص دايما عايز يكسب، يعني حضرتك كده عارف. وطبعا صح. الدولة من هذه المشروعات ما بتكونش غرضها المكسب، هي عايزة توفر وحدات بتكلفة معقولة لأصحاب الدخول المنخفضة 100%. وعشان كده أنا بقول إن الدولة المفروض تشتغل على آليات أفضل تكون جاذبة للمستثمر إنه يجي هنا في هذا المجال. زي إيه مثلا؟ ويكسب. لا يعني مثلا سعر الأراضي اللي بتدي بيه المشروعات دي، طرق الدفع، يكون في تسهيلات، يكون في تسهيلات في الضرائب، يكون فيها أي حوافز للمستثمر ان هو يجي يستثمر في هذا المجال وهذه المشروعات ويكسب والدولة تكسب. تمام. والمجتمع طبعا اللي هو معني بهذه ياخد بتكلفة كويسة. بالضبط، ياخد بتكلفة كويسة. ده بالإضافة انه الدولة ممكن كمان ان هي تستثمر اكتر في بالنسبة للمجتمعات الاجتماعية او المتوسطة، ان تستثمر في مشروعات ايجار، عقارات ايجار، مش بس يبقى بالضرورة كله بيع. لانه النهاردة تكلفة سعر الوحدة حتى لو بنقول اسكان اجتماعي او اسكان متوسط، السعر بقى عالي جدا على اغلب الفئة الغير قادرة انها توفر الكلام ده. فالنهاردة بيبقوا برضو الناس دي عايزة عقارات للإيجار بتكلفة بسيطة. هنا الدولة أعتقد ممكن تكون الدولة لو ركزت استثماراتها في الاتجاه ده وخلت القطاع الخاص يخش في الاتجاه البيع أكتر، التنمية والبيع، يمكن ده يكون أسهل وهيخاطب عدد أكبر من المجتمع. أستاذ خالد هنطلع فاصل قصير ونرجع تاني بعد الفاصل نكمل حوارنا مع الأستاذ خالد رئيس مجلس إدارة شركة ريماكس مصر والإمارات. اهلا وسهلا بكم مره تانية ونكمل حوارنا مع الاستاذ خالد ناصر عن القطاع العقاري والتسويق العقاري في مصر. اهلا بيك. من حوالي اكتر من سنتين البنك المركزي اتخذ قرار يمكن اثر في حاجات كتير جدا في الاقتصاد في مصر، هو تحرير سعر الصرف كواحده من الاجراءات الاساسيه لبرنامج الاصلاح الاقتصادي. كيف اثر تحرير سعر الصرف على سوق العقار في مصر من كذا زاويه؟ الزاويه الاولانيه هو الحركه الداخليه لعمليه البيع والشراء والتطوير العقاري،
ومن ناحية تانية أو الجزء الثاني خاص بفكرة تصدير العقار وإقبال المستثمرين وكمان المطورين العقاريين من الخارج على الاستثمار في السوق العقاري في السوق المصري. هو بلا شك أي قرارات بهذا الشكل بتأثر ليها إيجابياتها وسلبياتها. داخليا السوق العقاري المصري اتأثر بقوة. يمكن في 2017 حصل حركة عالية جدا في السوق العقاري، لأنه كان رد فعل للمجتمع المصري أنه أي حد معاه سيولة الحق اشتري قبل ما السعر يزيد. فحصل رواج وحصل حركة عالية جدا في 2017 نتيجة الحركة سعر الصرف. لكن جت بعد كده ابتدى زي ما قلنا المجتمع يستوعب الأسعار أنها زادت جدا، فبدأت الأمور تهدى شوية. في 2018 خارجيا حصل العكس طبيعي. النهاردة لو شخص بيشتغل مصري بيشتغل في الخليج أو في أوروبا أو في أمريكا أو كده، سعر الوحدة النهاردة حتى رغم أنه زاد لكن عنده، بس بالنسبة له هو بالزبط رخص. ده في صالح يعني بسبب تحرير سعر الصرف، أنه الدولار تضاعف سعره أو أكتر كمان من ضعف سعره. بالضبط. فالنهاردة سواء مصري عايش بالخارج أو سواء شخص أجنبي بيفكر أنه هو يشتري في مصر، حركة سعر الصرف كانت لصالح المشتري الأجنبي أو المشتري من الخارج بصفة عامة، سواء كان مستثمر أو كان مطور. يعني لو كان مطور أو فرد أو شخص عايز يسكن مستقبلا، أي جهة شخص أو غيره من الخارج كان دفنتلي في صالحه. بالنسبة للداخل حضرتك قلت أن الأمور هديت، يعني نشطت شوية في 2017 وبعدين هديت في 2018. فكرة تصدير العقار من الحاجات اللي بيشتغل عليها الناس في النشاط العقاري بشكل قوي الفترة الأخيرة. وجهة نظر حضرتك في هذا النشاط ومدى إيجابيته للسوق وللاقتصاد؟ هو بالتأكيد فكرة تصدير العقار فكرة رائعة، لأنها بتساعد كل الأطراف في المعادلة. يعني بتساعد الدولة، بتساعد المجتمع، بتزود حركة الحركة في السوق، وطبعا وكل التوابع الناتجة عن ذلك. احنا كشركة حتى يمكن بداية من السنة دي كوننا كيان جديد مخصوص علشان يساعد في موضوع تصدير العقار. احنا عندنا كشركة اكتر من 8000 فرع لينا في 117 دولة. فاحنا كوننا كيان جديد اسمه ريماكس كوربريت علشان يقدر يساعد الشركات المحلية ان هي تبتدي تسوق العقارات بتاعتها في الخارج عن طريق شركتنا. فاحنا عندنا فروع في اوروبا وفي اسيا وفي امريكا الشمالية وفي افريقيا وفي الشرق الاوسط. فاحنا كوننا الكيان ده مخصوص علشان نستفيد ونساعد ونساهم في المبادرة بتاعة تصدير العقار، لان احنا يعني كشركة مؤمنين جدا بقوة هذه المبادرة والعائد اللي هيرجع على المجتمع وعلى الدولة من خلاله. مصر دلوقتي بتدي حق الإقامة مقابل انك تشتري وحدة سكنية وتدفع تقريبا 40% من قيمتها بالعملة الصعبة. ازاي ده ممكن ينشط حركة الاستثمار الأجنبي في شراء الوحدات السكنية داخل السوق المحلي؟ هو بالتأكيد هينشط، لانه في دول كتير غالبا بتعاني من سواء مشاكل اقتصادية مشاكل سياسية أو غيره، فهيبقى في أشخاص كتيرة بتدور على حياة اجتماعية أمنة في مكان تاني. فبالتأكيد القانون ده هيجذب عدد كبير من الناس، طبعا من دول معينة اللي احنا مصر بالنسبة لها مكان يكون أفضل وأأمن وكده. هو أهم حاجة أنه النهاردة الدولة لما تيجي تحط الخطة النهائية أو الاستراتيجية النهائية لهذا الموضوع، لازم يكون فيها خطة تسويقية للدول أو المجتمعات اللي هي مصر بالنسبة لها خطوة أحسن للمعيشة، وفي نفس الوقت تحط آليات في التنفيذ تكون سهلة تسهل الموضوع وتكون جاذبة لأكبر عدد من الناس تستفيد من هذا البرنامج. لكن بالتأكيد البرنامج بشكل عام أو المبادرة بشكل عام هتفيد بقوة السوق العقاري عندنا في مصر.
القطاع العقاري هو يعني يعد من القطاعات الواعده في السوق المصري، واكثر قطاع يمكن كان فيه نشاط على مدار الكام سنه اللي فاتت، خاصه بالمشروعات الضخمه والكبيره اللي دخلت فيها الدوله او الحكومه على مدار الاربع او خمس سنين اللي فاتوا، والناس بتقول عليه حصان رابح وهو في مستقبل وفي بوتنشال. لكن من وجهة نظر حضرتك، انعكاس ده او المشروعات الكبيرة زي العاصمة الإدارية مثلا على تنشيط السوق وعلى تحفيز القطاع الخاص للعمل في القطاع العقاري بشكل اكبر وتحقيق معدلات نمو افضل، ايه من وجهة نظرك؟ من وجهة نظري مشروعات زي العاصمة الإدارية والعالمين الجديدة مشروعات قومية مهمة جدا، ومهمة مش بس اقتصاديا لكن هي كمان مهمة اجتماعيا. النهاردة كلنا كمجتمع مصري بنتطلع ليوم أفضل بكرة، بنتطلع لحياة أفضل لأولادنا، فمشروعات زي العاصمة الإدارية الجديدة والعالمين الجديدة وغيرهم من المدن الجديدة اللي بتنشأ في مصر في السنين الجاية بتدي أمل للمصريين أنه هيكون في بكرة يوم أحسن لأولادي، وفي مكان أحسن يقدروا يعيشوا فيه، والمشاكل اللي احنا كمجتمعات مصرية بنعاني منها في المدن والأحياء التقليدية اللي احنا عايشين فيها حاليا نتطلع أن دي تتغير في المستقبل. من ناحية الاقتصادية بالتالي النهاردة لو المجتمع منجذب لهذا معناها أنه هيبقى فيه قوة شرائية كويسة هتتحط في هذه المشروعات، بالتالي هتجذب على طول المستثمرين وتجذب على طول شركات التطوير العقاري وغيرهم اللي زي ما احنا قلنا يعني بيجر بقية الصناعات بالتالي. فمدام في جاذبية اجتماعية يبقى بالتالي في حركة اقتصادية على طول، نشاط اقتصادي. عندي سؤال خاص بالتكلفة والأسعار. المواطن دايما بيسأل او بيبقى عايز يعرف المعادلة بتتم ازاي انك تحسب السعر النهائي للوحدة مع الاخذ في الاعتبار التكلفة. اوكي، طريقة التقييم لاي عقار ليه كذا شكل. لو احنا بنتكلم على مشروع بيتبني جديد او عمارة بتتبني جديد، فالنهاردة التكلفة بتحسب، المطور بيحسبها، انا تكلفة الارض اشتريتها بكام، هبني المبنى بتاعي بكام، قيمة التسويق، قيمة المرافق وغيره، وفي الآخر بيشوف هو نسبة الأرباح اللي عايز يحطها على السعر، وطبعا ده بالمقارنة بالأسعار اللي اوريدي موجودة في السوق، يعني علشان ما يحطش سعر يكون عالي جدا. لكن هو ده تقريبا الـ العوامل اللي هو بيقدر يحسب عليها السعر بتاعه. لو احنا بنتكلم على عقار قائم بالفعل وواحد بيبيع شقته او الفيلا بتاعته، فدي طريقة التقييم بتاعها بيكون عن طريق المقارنة بالمعروض او العقارات اللي اتباعت في المنطقة. فاللي بيحصل النهاردة لو في مقيم عقاري بينزل بيبتدي يسأل السماسرة اللي في المنطقة ويسأل في المنطقة في عقارات ايه اللي معروض ومعروض بكام، طب ايه اللي اتباع في خلال الست شهور اللي فاتوا، طب اتباع بكام، اللي قاعد بقاله فترة من الزمن ما بيتباعش عشان سعره ايه، فيبتدي على اساسه يبتدي يحط قيمة تقريبية للمفروض القيمة السوقية للعقار ده يكون كام. في حاجة ثالثة بتكون اسمها القيمة بالرسملة، او يعني لو يكون عقار متأجر وبيطلع عائد مادي، فنفترض انه محل او مبنى اداري او غيره فبيطلع عائد مادي، فهنا بيشتريه مستثمر، هنا ما بيبقاش بقى هو سعر المتر كام في الشارع وكده، ما بتتحسبش بالشكل ده، بتتحسب بالمبنى ده بيطلع العائد عائد سنوي وبيضربوها في عدد سنين معينة، 10 سنين 8 سنين، على حسب بقى التفاوض اللي بيتم بين البائع والمشتري، وعلى اساسه بتتقيم قيمة الوحدة. إذا اتكلمنا عن القطاع العقاري بشكل عام في مصر، إيه هي الآليات من وجهة نظرك اللي المفروض أنها تتوافر لتطوير القطاع العقاري وتنشيطه بشكل أكبر خلال الفترة اللي جاية؟ أوكي، هو في طبعا مجالات كتير لتطوير القطاع العقاري،
اولا طبعا في ظل تراجع القوى الشرائيه عندنا في مصر، يمكن من اهم العناصر اللي لازم تبتدي تشتغل وتفعل عندنا في مصر بقوه هو التمويل العقاري. مش مقصود بيه طبعا ان احنا نروح للمدى البعيد زي ما حصل في امريكا او كده، انه يبقى في تساهل في الـ الـ الاقراض في التمويل العقاري، لكن على الاقل ان احنا نبتدي السياسة البنوك عندنا في مصر تبتدي تركز على التمويل العقاري شوية. لازم طبعا الفوائد تقل شوية، لانه حاليا اغلب العملاء لما بيبصوا على رقم الفايدة بيحس انها عالية جدا. هو فعليا الفايدة مش عالية مقارنة بالدول التانية، مقارنة بالسعر قيمة الفايدة في الإقراض مقارنة بقيمة الفايدة في الوديعة الفرق يقارن بأغلب الدول. لكن النهاردة العميل المصري مش فاهم كتير عن تفاصيل التمويل العقاري، فبيبص بس على رقم واحد فبيحس الفايدة عالية قوي عندنا في مصر. ففي يعني البنك المركزي عمل مبادرة في الحتة دي وقلل فوائد للإسكان المتوسط والأقل المتوسط، لكن هي عايزة يمكن سياسة برضو أقوى شوية في الحتة دي بحيث أنها تشمل أغلب الشرايح في المجتمع. فالتمويل العقاري ده جزء مهم جدا علشان يزق السوق بقوة. تمويل للمطورين لنفسهم للإنشاءات ده مش متاح حاليا في مصر، فبالتالي المطور غالبا بيمول المشروع من الدفعات اللي بتدفع من المشتري. عامة بنشكرك يا أستاذ خالد على حديثك، ونتمنى أن يكون في لقاءات قادمة إن شاء الله، وبشكركم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من مال وعمال.